طيب خليني اسالك كابتن رمضان، هل ممكن كابتن حسام تفسيراته ما بعد اللقاء، ممكن هيكون في مؤتمر صحفي طبعا وتصريحات، بالنسبه لجزئيه التشكيل هل ممكن يكون فيها نقول لك ان بعض اللاعبين ممكن فيها جزء منه اجهاد او جزء منه شكل خططي، لان النهارده كابتن حسام ما بيشتغلش بالشكل الطبيعي اللي هو 4 2 3 1، هو اشتغل النهارده 4 3 3. تفتكر هل ممكن هو ده ممكن يبقى من كابتن حسام البدري، هو ده ممكن التصريح وانا ما بعد احنا اللقاء؟ يعني المنتخبين اللي احنا لعبناهم يا فاروق الحقيقه، ورضا عارف وشادي عارف، احنا يعني المنتخبين اللي احنا لعبناهم ما لعبهمش 4 3 3 يعني، لا بالعكس، ده احنا نلعبهم بال 4 2 3 1 ونهاجمهم، وعندنا لعيبه. انت لما النهارده جالك و 4 2 4 يا كابتن، والله نعم. 4 2 4 ممكن نلعبهم بيها بره 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 ارضك كمان يعني كمان. انت اصلا معاك توجو والجابون وليبيا، امال لو معانا نيجيريا والتونس والجزائر هنعمل ايه؟ هنلطم بالظبط بالظبط. يعني انا بقول ايه، ان انا النهارده عارف ان اللعيبه مجاهده، طب انا جالي مصطفى محمد لا مجهد ولا حاجه، ده بالعكس ده هو يعني فترات كتيره مريح، هو في موقف خاص بمصطفى محمد يا كابتن، لو انت حتى لعبته طب انا اقول لك حاجه، ده انت لو اتزنقت خالص يا رضا، ولو اتزنقت خالص يا شادي ويا فاروق، ده انت ممكن تلاعب محمد شريف ناحيه الشمال وبتاع مصطفى محمد راس حربه وبتاع. هو في موقف خاص يا كابتن بمصطفى محمد، ان هو طبعا عدم وجوده في المباراه الاولى، ويمكن كان مصطفى حصل لو يمكن الناس اخذت بالها من النقطه دي ما بعد الهدف، كان في يعني زي ما بقول عصبيه انفعال من مصطفى محمد، ان هو ان هو ما لعبش، وحتى ما بعد اللقاء كان في كده برضه، والكاميرا جت عليه ان هو برضه كان في برضه عصبيه ما بينه وما بين كابتن حسام البدري، انت جايبه بعد محمد لعبه في الماتش ده من البدايه. فاروق انت جايبه محترف وجايبه عشان يلعب، هو بقى عشان الراجل ما راح على فرنسا ما يروح ولا ما يروحش، انت طالما جبته يلعب. هو دلوقتي مع كل الاحترام والتقدير لو ما كانش مصطفى محمد كنت هتتعادل؟ طب ما انت عايز تكسب، احنا ما رحناش للجول اساسا. لا يعني يا كابتن حطه وبعد كده ما يبقى وحش طلعه، لانك الراجل جاي بطياره خاصه ولا جاي مثلا عشان يلعب وسايب، امال محترف ازاي؟ ما انت جايب حجازه ولعبته، وفي ناس هنا افضل منه يا كابتن. انت لو لعبت يا فاروق، لو لعبت طارق حامد، ولعبت عرشافي حمدي فتحي وقدامهم قفشه، والثلاثه اللي بقول لك عليهم مصطفى محمد راس حربه، ومحمد شريف ناحيه الشمال عنده سرعه، ومحمد صلاح، ده انت هتبقى عندك قوه هجوميه جامده جدا، وبعدين قفشه هيعرف يعمل لك استحواذ يا رضا طبعا، فاروق قفشه يعرف يعمل لك استحواذ كويس، لكن بتلعبه ناحيه الشمال انت الشويه اللي كنا بنمسك فيهم كوره يا كابتن لما كان بينزل نص الملعب بالظبط، اما بين يعني شكلنا لما طول ال 90 دقيقه الشويه اللي بنمسك فيهم كوره لما هو كان بيهرب وينزل نص الملعب مسكنا كوره بالظبط. احنا عندنا عناصر يا رضا، وعندنا عناصر يا شادي، وعندنا عناصر يا فاروق، عناصر جامده جدا قويه جدا جدا جدا، بس ما عندناش يعني مدرب. التوظيف في الفتره اللي جايه دي لازم يبقى افضل من كده. هو الغريب يا كابتن فعلا النهارده في فكره التشكيل والتغيير في عدد الافراد، يلا شد حيلك يا كابتن طبعا يعني هي دي علامه استفهام الصراحه كلنا، يعني بغض النظر ممكن يبقى في بعض اللاعبين بيتغيروا نتيجه اجهاد مثلا زي طارق حامد، لو في مشكله طارق حامد ممكن يلعب ثلاث ماتشات ايا كان احنا هنقعد بقى نقول اجهاد، اكيد في مبررات هنسمعها من كابتن حسام، وده اللي انا كنت سالته دلوقتي في حب وكره يسمع الكلام، قال ما بعد المباراه، هل تفسيرات كابتن حسام في الاداء، هل اجهاد لبعض اللاعبين، هل الشكل الفني كان يتطلب الشكل تغيير اللاعبين دي كلها؟ كابتن رمضان قال لك اهو، واحد يلعب اللي هو قفشه، واثنين محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد، هيبقى شكلك احسن من كده. كابتن رمضان حط ايده على نقطه مهمه جدا، قال لك ايه؟ قال لك قفشه اديك استحواذ ويخلي في رجليك الكوره، مش حتى لو انت مجهد مش هتتعب، الكوره هي اللي هتتعب، ده واحد. اثنين عندك مصطفى مثلا او محمد شريف مع محمد صلاح، هيبقى ليك شكل هجومي تقدر تتحرك عليه وتقدر تريح دفاعاتك عشان الكروسات اللي اتعملت دي تلاقي حد، لكن انت اخترت الاختيارات غريبة جدا. خلينا نقول الحقيقة الاختيارات او التشكيلة غريبة فعلا بجد. صحيح. طيب كابتن رمضان، يعني معايا كابتن رمضان؟ كابتن رمضان معانا يا جماعة؟ معاك يا فاروق. يعني بعد التعادل ده بتشوف شكل المجموعة؟ يعني طبعا لسه ليبيا وانجولا هيلعبوا، يعني احنا بنتكلم لسه بعد بكرة يوم الثلاثاء ان شاء الله، وبالتالي بتشوف شكل المجموعه بعد هذا التعادل يا كابتن؟ احنا يا فاروق اقول لك حاجه، لا يمكن يعني او ما فيش اي داعي ان يبقى حد عنده قلق
ان احنا لازم نتصدر المجموعه دي بجد. طب يعني احنا لازم نتصدر المجموعه ديت ان شاء الله، هنصدرها في نهايتها، هنتصدرها ان شاء الله. بس انا بقول لك اهوت، وباتفاق مع شادي وباتفاق مع رضا عبد العال، ان مفيش وقت حاجات في التوظيف كابتن، مفيش مجاملات كبير جدا كابتن والله العظيم، ادي لكل واحد حقه ويبقى فيه عدل، ومفيش مجاملات حتى لو احنا عايشين هنوصل. اه بالظبط بالظبط، العدل. احنا تيم قوي، بس اهم حاجه نعرف نوظف لعبتنا. نتمنى كده ان شاء الله. كابتن رمضان انا بشكر حضرتك ان شاء الله، وتحياتي ليك يا فاروق، وتحياتي لشادي، وتحياتي لرضا عبد العال. ربنا يخليك. شكرا يا كابتن رمضان. كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي.